الفكره كلها الناس بدات زي ما قلت لك، انا صممت في المقدمه نقول ايه، الناس بدات تاخدها على ان هي نظافه شخصيه، هو شخص مش مهتم بالنظافه الشخصيه في حين ان هي حاله مرضيه. لازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده، الحالات المرضيه اللي من النوع ده لازم تدور على حل عشان تبدا تخلق لنفسك الحاله الاجتماعيه الكويسه، لان للاسف الناس بتتاثر نفسيا طبعًا. لانه على طول حاسس انه غير مرغوب فيه، الناس بتبعد عنه فبيتاثر نفسيا. يعني اللي عنده المشكله الجينيه دي ملهاش علاقه بالاكل ده، هو بقى ما هي احنا بقى موضوع الاكل بيبدا يقلل لي حده المشكله. عشان كده موجود قدامنا الحاجات دي كلها عشان نبدا نوضح للناس ايه الاكلات اللي ممكن تزود لي حده المشكله، لا وايه الاكلات والحاجات والبروتوكول العلاجي اللي ممكن يقلل لي حده المشكله. حلو، ندخل في الموضوع. يلا بينا. ايه الاكلات؟ الاكلات اللي بتستفز الفكره دي او بتخلي لي التي ام اي ده اللي هو المكون اللي ريحته وحشه ده كتير، البروتينات للاسف. اي حاجه فيها بروتين زي اللحمه زي الفراخ زي السمك زي البيض زي الالبان، مش اي البان، الالبان اللي هي الابقار بتاعتها بتتغذى على القمح، اللي بتاكل قمح في الغذاء بتاعها بتديني لبن بيبقى المكون ممكن يساعد لي على تكوين التي ام اي ده جوه الجسم. فبالتالي بنبدا نحط في البروتوكول التغذيه العلاجيه، لان هو ده اللاين اوف تريتمنت، ده الاساس العلاج، انك تحط برنامج غذائي مناسب للمريض اللي بيعاني من المتلازمه. يعني ما ياكلش بروتين؟ بنقلل كميه البروتين كتير جدا، بنقللها. ده مهم جدا للعضلات كله. هل بيقدر يتخلص من ده؟ يعني لو احنا عملنا اتبعنا ده وقللنا البروتين هيخف ولا يخف لا؟ ولا يفضل برضو اللفظ يخف في الحالات اللي هي المشكله جينيه بيبقى صعب. طب امال اقلل البروتين ليه؟ بس عشان اقدر، لان عشان ما يبقاش الوضع الاجتماعي قوية. بتاعه والانطواء، الناس بتوصل لانطوائيه وفي ناس بتوصل لاكتئاب وممكن يوصل لدرجه من درجات الانتحار. نسبه الناس اللي عندها ده قد ايه؟ تقولي مرض نادر يعني. مرض نادر مرض مش يعني مش نسبة مش كبيرة. منتشر يعني. ايوه بالظبط. بس للاسف زي ما قلت لك على فكره الفكره دي ممكن تنطبق على الناس اللي هي بتفرز عرق ريحته مش لطيفه، فلو اهتم بان هو كميه البروتين تقل فده هيساعدني. يعني برضو يعني أيوة حل مش بس لرائحه السمك. ايوه بالظبط، ده لاي رائحه بالظبط. بس هيبقى هنا مش هنقدر مثلا امنعه مده طويله، لا انا ممكن اقلل الكميه، يعني انت ممكن تاكل سمك مره في الاسبوع، ممكن تاكل فراخ مره في الاسبوع، هنقلل كميه البيض اللي انت بتاكلها، هنقلل كميه الالبان اللي بتيجي من الابقار اللي وما فيها. وما ياثرش على صحته بشكل عام؟ ما هو احنا مش هناخد الكميه الكبيره. هتعملي ايه في العضلات ولا لا؟ هي العضلات هتستفيد على فكره، بس هي زي ما قلت لك انت مش هيوصل لمرحله اللي هو الشخص بقى اللي يكون عضلات كبيره وعايز يكبر، ولا هو هيعيش حياه سويه صحيه وكويسه، بس مش هيقدر نخلي البروتين جزء اساسي بصورة كبيرة. هو هيبقى جزء اساسي بس ما يبقاش بصورة كبيرة او بكمية، ما اقدرش اقول ان انت الاسبوع ده هتاخد 100 جرام، الاسبوع الجاي 120 جرام، الاسبوع الجاي 150 جرام، مش هقدر اعمل ده.